مرة من المرات مالك بن دينار الزاهد يقول: قدمت من سفر لي، فلما صرت بالجسر، يعني السفينة جاءت لترسو وتمر بالجسر، الجسر كان في محبس، يقف عليه واحد يقال له العشار، يأخذ العشر الضرائب. فقال العشار لأهل السفينة: لا يخرجن أحد من السفينة ولا يقوم أحد من مكانه، ما أحد يتحرك حتى يفتشهم ويأخذ من كل واحد الضريبة. قال مالك بن دينار: فأخذت ثوبي، ما معي إلا الثوب، يعني إذا هو يعني معه إزار، الرداء الذي معه أخذه الرداء. قال: فوضعت على عنقي ووثبت، ثم وثبت من السفينة، فإذا أنا على الأرض كما يقولون رصيف رصيف الشاطئ. فقال الحارق هذا العشر، قال: ما أخرجك ما أخرجك، يعني ما قلت لكم ما أتحرك؟ فقلت: ليس معي شيء، وراه ما في شيء، ما في إلا هذا الرداء. قال: اذهب، روح روح. فقلت في نفسي: هكذا أمر الآخرة، يعني اللي يجي ما معه شيء حسابه على طول، والذي معه أشياء نسأل الله أن يحاسبنا حسابا يسيرا، نسأل الله أن يحاسبنا حسابا يسيرا، نسأل الله أن يحاسبنا حسابا يسيرا.